جعبة العقيد القذافي لا تخلو ولا تفرغ أبدا من المفاجآت حينا والنصائح والعتب حينا آخر، آخرها عتاب من القلب إلى المصريين بسبب تخليهم عن الرئيس السابق حسني مبارك الفقير والمتواضع وفق العقيد القذافي. العقيد لم يعاتب فقط بل قدم النصح مرجحا الكفة الرئاسية لنوال السعداوي على حساب عمرو موسى. رغم أن كثرة خطاباته واعتماده فيها جملا مكررة أفقدها ألقها إعلاميا كان أم شعبيا، إلا أنه لا يمكن إنكار ملامح الطرافة التي تحملها خطابات العقيد القذافي. هذه المرة تقمص دور الناصح الأمين موجها حديثه للشعب المصري ليأتي بالعجائب، فمن يسأل عمن يكون منظر ثورة 25 يناير فسيجد الخبر الأكيد عند العقيد. أنا فيلسوف الثورة الشعبية ونذير النبي الثورة الشعبية ونذير الثورة الشعبية والمبشر بالثورة الشعبية، وأنا اللي دعوت إلى الاعتصام في ميدان التحرير في عهد السادات وفي وما بعد السادات في ظروف كانت في خصومة وكان حتى بينه وبين حسني مبارك، وكنت أدعو إلى الاعتصام في ميدان التحرير حتى يسقط النظام. قبل اللي انتم تفكروا في ميدان التحرير وتعتصموا فيه، انا دعوت من سنوات الى الاعتصام وقلت الناس تروح للشوارع وتنام في الشوارع بعائلاتها باطفالها بدون سلاح حتى يسقط النظام السياسي. العقيد لم يكفه ذلك، بل قدم عرضا مجانيا لافاده المصريين بكيفيه اداره شؤون البلاد والعباد بعد سقوط مبارك. الشعب المصري خله موجود، خله ليحكم، انتظر في مؤتمرات شعبيه ولجان شعبيه وتعالوا عندي ونشرح سلطة الشعب في النظام الجماهيري كيف تتكون المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وينتهي الصراع على السلطة. ورغم أنه كما يقول معادل للأنظمة الديمقراطية السائدة، إلا أن عداءه هذا لم يمنعه من عتاب المصريين على طريقة معاملتهم لرئيسهم السابق، واصفا إياه بالفقير المحب لشعبه المتسول من أجله. أنا نعرف حسني مبارك رجل فقير ومتواضع ويحبكم، انا نعرفه، انا لو كان ما يحبكم والله ما هوش نظيف، انا اول من يهاجمه ويكشف امامكم مثلا يكشف الحكام الاخرين، لكن نعرف هذا الرجل، هذا يشحت من اجلكم، يجيني يشحت مني في عبارات من اجلكم لما غرقت العباره، ويمشي للسعوديه يشحت من العبارات، ويجي يشحت مني في القاطرات بتاعت القطار بتاعت القطر. القذافي أسف لحال المصريين ناصحا إياهم على سبيل السخرية بتنصيب الأديبة نوال السعداوي رئيسة لمصر، إذ يعتبرها أفضل من المرشح الحالي للرئاسة عمرو موسى. عمرو موسى رئيس مصر نجيب نوال السعداوي أفضل. عدنان السوادي، العربي.